السلام عليكم المتتبعين ديال القناة السافية 24. كنشكركم، كنشكر جميع الصحافة اللي في السافية 24، كنشكر المتتبعين ديالها. أنا السيدة خديجة من مدينة قنيطرة اللي تعرضت للنصب والاحتيال بزاف ديال الحوايج من طرف واحد المحامي في قنيطرة اللي كان هو جاغي ستاجر ديك الساعة، وانا كنت عندي شي اجراءات ديال الطلاق وديال الشيكات مع الزوج ديالي اللي والده معاه وليد، وتعرفت على هذا المحامي هذا في هذيك الفتره. ملي كملت العده ديالي، ملي طلقت وخديت الطلاق ديالي، تزوجت انا وياه، عرض عليا الزواج، تزوجت انا وياه. قال لي انا ما عنديش، قلت له يعني داركم ما باغيينش وداك الشيء. قال لي لا، انا ما نعقلش على دارنا، انا ما عنديش عقليه ديال المغاربه المكلخين، انا عندي عقليه هادي، انا واقع، انا مثقف، انا هادي. المهم نصب عليا بواحد الطريقه اللي هي كما قال هو، قال لك انا محامي، المحامي ما تلقاش عليه الغلط، واخا يديرك حلا قال لك ما تلقاش عليه الغلط. جاب لي العدله للدار، درنا العقد، تكلف هو بالوراق، مشى جابهم، خدا نسخه تنفيذيه لحد الان راها باقا عنده، ما عطاهاش ليا، اللي هي مازال كنجري وطلع ونهبط على وديتها. بها قال لي باش غادي تزوجي، صافي عطيتو لا كارت ديالي، جمع الوراق، داكشي، جاب لي العدله للدار، تزوجنا، بقينا عايشين انا وياه مده اربع سنين وحنا عايشين في دار الاولى، الدار الثانيه، الدار الثالثه، الدار الرابعه، وحنا عايشين. مصروف انا، حيت هو كان هذيك الساعه ستاجير، كان كيستاجي هو مازال يعني كياخذ، قال لي كنت مع الاستاذ تيعطيه اللي كان كيستاجي عنده، قال لي كان كيعطيني 1000 درهم، 1000 درهم ما دايره ليا والو، فهمتيني؟ يعني ما تنقول يا ربي كافيه، هو يعني انا كنت كنعطيه فلوس باش يمشي في الطوبيس، انا شحال مره تيعيط ليا، خاصني هذه ديال الخبره، خاصني نخلص واحد الخبره، خاصني نخلص واحد، هذه 700 درهم، هذه 5000. المهم خسرت عليه بزاف، خلصت عليه الاشتراك ديال ملي سالا، خلصت عليه 7000 درهم ديال الاشتراك ديال شي حاجه ديال الطبيه ولا ما نعرف. خلص عليه 3 مليون ديال الحجز، كانوا حجزوا لهم على دارهم اللي في العربيه في وزان، خلصها عليه انا، كانوا راه شي وحده حتى هي ونصبوا عليها هو ودارهم وداك الشيء، راه الملف كاين في وزان اللي يكذب، واي محامي بغى يتاكد راه يمشي يتاكد، راه الملف كاين في وزان. خلص علي انا هذيك 3 المليون. السيد كان مستغني، انا كنت مريضه، كان عندي ملي ولدت ولدي كان مرت بواحد الكيس المبيض، ما كنتش كانوا، ما قال لي الطبيب الامر المستحيل تولدي، راه عندي وراقي، عندي ملف طبي ديالي. السيد استغل المرض ديالي، استغني ماديا، استغني جنسيا، استغني في اي حاجه. يعني السيد في الاخر ملي حماليت وداك الشيء ولا شويه ديال الصداع بيني وبينه، ما بينش ليا. المهم لقيتو مع وحده، يعني بخلاصه الاختصر لكم هذا الشيء حيت داك الشيء طويل بزاف، لقيتو مع وحده، ديت له البوليس، عيطت للبوليس على اساس انني انا كنبلغ عن خيانه زوجيه. تبعتو لقيتو في بيت كاري، واحد البيت، راه مشاو الشرطه وعاينو داك الشيء، راه كاين محضر في المحكمه، لقاو السيد فعلا مع وحده. خرج حاطي الضو فوق راسو، تيقول لهم انا عازب، انا عازب ما مزوج، يعني تما فين عرف راسي راه انا ما عنديش العقل. واخا هكاك ما تاكدش، مشيت صيفط خويا قلت له سير جيب لي هذا، مشى خويا لقى الباليزه مقطعه، لقى الفلوس مهزوزه، العقد مهزوز، الحاله المدنيه ديال ولدي اللي مع داك الجدرمي اللي مطلقه منه مهزوزه، لقى الوراق ديال الدار باش راه هناك تكرهن انايا، لقى كل شيء مهزوز، ما لقى حتى شي حاجه، وداير رجل فوق رجل، تيقول لي جري طوالك الا هضرتي المحاكم ديال المغرب كامل غيديروا اضراب على وديتي، حتى محامي ما غيخدم، وغيخرجوا كاملين على وديتي، وغنوقف لك المحامون ديال المغرب كامل الا هضرتي، ندير لك وندير لك. ما خليت فين جريت، ما خليت فين طلعت، جيت لهاد المحكمه هذه ديال القضاء الاسره، تنقول له اعطيني غير نسخه تنفيذيه، استفزني، طفى عليا الكارو، وكل شيء شاهد وكل شيء عارف وراهم عارفين، طفى عليا الكارو، تيجيو فوجي تيقول لي احنا معاك، راه شفنا ملي تعدى عليك وهادي، ما يقدروش يشهدوا بما فيهم محامون، بما فيه كل شيء. وتيشتف عليا، ضربني الكرشي، كيشتف عليا، وللاسف تعتقلت انا اهانه محامي، وضربوا الجرح، وجاو شهود تبعوني شهدوا ليا، علاش ما يتعتقلش هو؟ حتى هو بالضرب والجرح. اعتقلتوني انا، انا امراه وحامله، كرشي لفمي وفي حاله خطيره. واعتقلتوني انا، حقرتوا عليا، حقرتوا عليا حيت مراه، حيت مراه واميه وما عنديش الفلوس وما قارياش وما عارفاش فين ندخل وفين نخرج، تعديتوا عليا وحقرتوا عليا، ولكن راه كاين الله، كاين المحكمه العليا، والله لا خرجت لشي واحد طريفه، ما تخرج حتى لشي واحد طريفه،
وكيما هو خرج وتيقول بزاف ديال الهضره، فهادوك اللي وقفوا معاه كان كيضرب فيهم وما خلى ما قال فيهم، وقال فيهم فاسدين رشاويه ما خلى ما قال فيهم، وها هما وقفوا معاه. يعني اكدوا لي هذيك الهضره اللي كان تيقول لي عليهم هو، اكدوها ليا، زادوا اكدوها ليا. صافي ملي تعتقلت خرجت في التقديم واحد الحاله بالمينوط وكرشي الفمي عندي 8 شهور وعندي نزيف. ملي خرجت كنوجه تحيه لواحد المحامون من قنيطره، هما اللي قالوا لي خديجه خرجي وديري الصحافه، خرجي عيطي للمنابر الاعلاميه يوقفوا معاك، راه حيت نسيا غاده في الهويه، راه حيت هاد خينا راه غادي يدمروك، هذاك الشيء اللي داير به راك لا صحيحه عنده، والله الا مشى للحبس تنهار. فعلا هضرتو لقيتها، هضرتو لقيتها صحيحه. علاه باش خرجت انا ودرت الاعلام درت الصحافه؟ يعني كاين المحامون اللي عيطت ليهم، محامون طلبتهم قلت لهم يديروا لي حل، ما بغيتش نتشوه، ما بغيتش نتشوه، يديروا لي حل. طلبت محامون ديال قنيطره، طلبت بما هاد الكاله الصحيحه اللي واقفه معاه، مشيت عنده وطلبته قلت له ديري لي حل. علاش؟ حيت غنبقى انا بنتكم، حتى انا بنتكم، بنت مدينتكم، بنت المغرب ديالكم، ديروا لي حل. مش تشوفوا غير هو محامي تيقول لك انصر زميلك ظالما ام مظلوم، وهاد المراه فين غتمشي؟ شنو بغي، شنو بغيتوني ندير؟ ملي يعني المحامي اللي تيبغي يجي عندي من خارج الهيئه تمشيو تطلبوه وترجعوه، تمشيو تطلبوه وترغبوه، الصحافه كطلبوه ما تصوروش معاه، شنو بغيتيني ندير؟ نخوي لكم بلادي؟ ندير لجوء سياسي؟ شنو بغيتوني ندير؟ شنو انا ماشي مغربيه ما عنديش الحق؟ انا راه مغربيه، حتى انا مواطنه مغربيه. المحامي اللي كيجي عندي يبغي يوقف معايا كيمشيو يطلبوه ويرغبوه وكيتراجعوا. الصحفي اللي كيمشي اللي تيجي عندي يصور معايا كيطلبوه باش يتراجعوا. عديد من القنوات من الصحافه اللي طلبوهم وتراجعوا، عديد ديال الصحافه اللي جاوا صوروا معايا وما لاحوش الفيديو، وعندي ما يثبت بانهم صوروا معايا. مشاو عنده وقالوا له هذه وعرضوا عليهم، ما عالم الله شنو عطاهم، ما عالم الله شنو داروا. وتنقول لهم الله ياخذ فيكم الحق. وتحيه الصحافه الاحرار اللي كيجيو عندي كل جلسه وكيصوروا معايا وما كيخافوا حتى من شي واحد وما كيشدوش الرشوه، كنحييهم. وتيقول لهم راه كتعطي الصحافه الرشوه، عمري ما عطيت لصحافي شي ريال، صحافه كيجيو عندي، صحافه هما معاطفين معايا، صحافه هما كيوقفوا معايا. وتنشكرهم وكنشكر كاع خوتي المغاربه اللي واقفين معايا، كنشكر القضاة ديال قنيطره لا بالمحكمه الابتدائيه اللي الملف ديالي كيدوز فيها ديال الضرب والجرح اللي معايا الاستاذه مريم الادريسي، وكنشكر القضاة ديال قضاء الاسره، وكنشكر اللي شاد ليا الملف، كنشكرهم بزاف. وكنقول لهم شوفوا ما تشوفوش فيا انا، شوفوا لهذيك البنيه صغيره مريم اللي يلاه كملت دابا عام، شوفوا الحل ديالها. الا تعدى عليها باها وحقرها ما تعداوش عليها نتوما، ما تعداوش عليها نتوما، راه البنت دابا عندها عام وطالعه في شهرين، راه كل ملي كتحل عينيها وكتبقى تغوت بابا بابا بابا، راه هذيك الكلمه كتذبحني بها، ما يستاهلهاش. هذيك البنيه تقهرات من باها، ما تقهروهاش انتم، خذوا لها حقها. انا عندي الدعوه دابا ديال ثبوت النسب ديال بنتي، وعندي دعوه ديال الضرب والجرح، وعندي دعوه ديال الضرب والاختطاف في وزان. يعني هاد السيد فيما مشى، فيما مشى كيعمر عليا البلانات باش غيقهرني ونرجع اللور. انا والله لا رجعت اللور، ولو بقى فيا غير عرق كيزدح، راه ما غاداش نرجع اللور، والله الا رجعت اللور، والله الا خرجت له طريفه، والله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق. هادشي اللي كنطلب، وكنشكر كاع المتتبعين ديال سافر 24، شكرا لكم.